اللي عندها رجل ابيض والام ديالو ما كانتش كتبغيك او كانت شويه كتسبب لك مشاكل، فهاد الشهر غادي تحسي بواحد الراحه في البيت ديالك، غادي تحسي بواحد الهدوء وان هاد الحما ديالك ما بقاتش كتدخل في الشؤون ديالك. بالنسبه هنا كاين اللي هي كتنتظر واش غادي يكون عندها حمل هاد الشهر هذا، فالبعض منكم غادي تكون عندك حمل او كاين اللي غادي تولد في هاد الشهر هذا، وخصوصا اللي عندها زوج اسمر. رغم ان هاد الاسمر هاد الشهر هذا غادي يكون شويه رد عليك بالظهر وما كاينش حوار بينك وبينه، ولكن بالنسبه للحمل فكاين حمل، النسبه ديال نجاح الحمل راه كاينه، وكاين اللي عندهم ولاده. بالنسبه للحنطي فاللي كتنتظر حنطي المجيء ديالو راه كاين، اللي كان مثلا في بلاد بعيده او مدينه بعيده وكتنتظري الرجوع ديالو راه كاين الرجوع ديالو وكيشوف ليك، وهذا الحنطي عنده ارزاق وعنده حاجات جديده في الحياه ديالو. هذا الحنطي كيفكر فيك بالليل واخا انه بعيد عليك راه كيفكر فيك. عنده اشغال هذا الحنطي هذا الشهر هذا، غادي يكون مشغول جدا، عنده اعمال، عنده كيفكر في تنقلات، يعني حركي هذا الشهر اكثر. فنعاود لك القراءه ديالك يا السمراء بصفه سريعه. فانتي قلبك على ظهرك وكتحسي بالملل وباغيه ديري تغييرات جذريه في هذا الشهر، وباغيه تغيري من الروتين ومن الحياة اللي تتحسي بتعب فيها. فأنتي هاد الشهر هذا غادي تكوني شوية كثيرة العصبية، كثيرة القلق، كثيرة الغيار، حتى نفسيتك تعبانة جدا هاد الشهر. عندك كذلك شوية الأعصاب أو متألمة بخصوص سفر أو بخصوص بلاد بعيدة او خصوص التنقلات، غادي تكوني معصبه كثيرا بخصوص هذا الشيء اللي خاص بالطريق او بالتنقلات او بالبلاد البعيده. غادي يكون عندك حظوظ من الناحيه الماديه فقط، من الناحيه الماديه غادي تكوني مزيانه، ما خاصك والو من الناحيه الماديه. حتى الا كانت عندك عراقيل قبل في الحياه الماديه فهاد الشهر غادي تكون ممتازه. الشيء الثاني اللي هو ايجابي بالنسبه للمتزوجات وكينتظروا حمل، وخصوصا اللي ما عمرها ولدات، يعني اللي ما عندهاش ابدا اطفال، فاحتمال عندك حمل هذا الشهر هذا، وكاين اللي عندهم ولاده في هذا الشهر، وخصوصا اللي الزوج ديالها اسمر. قلنا بالنسبه للعمل فالعمل عندك الامور هادئه، ولكن البعض فيكم راه كاين اللي كيدبر لك باش انك تغيري العمل ديالك او تخرجي من هذاك المكتب اللي انت فيه المكتب اخر، او تغيري بصفه كامله الاداره اللي انت فيها الى اداره اخرى. بالنسبه اللي عندها الابيض وكتقول واش كاين رجوع مع هذا الابيض، فالابيض هذا الشهر كاين رجوع، كاين هضره وكلام، كاين حب، سواء حبيب او زوج ابيض فهو كاين حب. الا كنتي كتنتظري اتصال هاتفي من عند الابيض فالاتصال كاين، ولكني قلت لكم على العموم الاتصالات ما غاديش تكون شي حاجه اللي هي واو، فغادي تكون يعني بسيطه فقط. واللي عندها هاد الابيض هذا وكانت الحامات ديالها مسببه لها مشاكل وعراقيل في حياتها، فهاد الشهر هذا غادي تحسي بواحد الهدوء وبواحد الراحه، وما غاديش تبقى تدخل لك في الشؤون ديالك، وغتحسي يمكن تقدر تسافر، يمكن تكون يعني هداها الله وسكتت. فالمهم انك غادي تكوني مهنيه من الناحيه ديال الحماد ديالك هذا الشهر هذا. بالنسبه للاسمر قلنا انه هذا الشهر ما غاديش يكون عندك معاه تواصل كبير، يعني غادي يخليك في خاطرك، رد عليك بالظهر، عطيك حرية ديالك، ما كيتدخل لك في شيء، ما يصدعك، ما يهضر معك، ما يعني محايد الأسمر هذا الشهر هذا. بالنسبة للحنطي اللي كتنتظري المجيء ديالو من مدينة بعيدة او من بلد بعيد، فالسفر ديالو ميسر وراجع لك وكيشوف لك، وعنده ارزاق كثيرة وكيفكر فيك على نجوم الليل. هو مشغول جدا، عنده حاجات هاد الشهر غادي يقوم بها، يعني غادي يكون مشغول اللي شوشتو اللي قالوا المصريين هاد الحنطي هذا. هذا مجال الفال ديال بصفة عامة لشهر اوت، وان شاء الله ما تنسيليش لايك وفعلي الجرس على كل الاشعارات. سمحي ليا سمحي ليا البورطابل بدا كيطيح، ما عرفت مالو شنو خصو. المهم غادي نعاودو نشوفو
الفال ديال صاحبة البشرة الحنطية لشهر 8. وما تنسيليش يا الحنطية لايك وتفعيل الجرس على جميع الإشعارات. فهادي انتي يا الحنطية، وهذا الحظ ديالك، وفالك فال خير وفال إيجابي. هذا فال صاحبة البشرة الحنطية لشهر أوت. إن شاء الله فالك فال خير، وإن شاء الله فالك زوين بحالك. وهذا قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله. قلبك مغير هذا الشهر هذا، وكتفكري ديري طاقات روحانية، وغادي يكون عندك مكالمات هاتفية كثيرة هذا الشهر، وغادي تكون مكالمات إيجابية جدا. غادي تكوني شوية معصبة مغيرة هذا الشهر، ما غاديش تكوني مرتاحة، لأنك غادي تكوني كتنتظري أخبار. كاين فيكم اللي الأخبار اللي كتنتظرها هي اللي غادي تكون موترها، وكاين اللي غادي تغدر كثير في هذا الشهر. فردوا بالكم يا الحنطيات من الغدر هذا الشهر. انتبهوا للأرزاق ديالكم، انتبهوا إلى كنتو في مناسبات، انتبهوا إلى كنتو في عزومات. شوية الحظوظ عندك قليلة هذا الشهر. اللي باغية دير طاقة روحانية للحنطي فغادي تكون إيجابية، واللي كتنتظر مكالمة هاتفية من الحنطي راه غادي تكون عندك مكالمات منه كثيرة هذا الشهر. والحنطي هذا الشهر غادي يكون محب لك، كاين حب، كاين هضرة وكلام كثير بينك وبينه في هذا الشهر هذا. هذا الحنطي عنده تنقلات كثيرة، عنده سهر بالليل، عنده أرزاق كثيرة كذلك. قلبه على العتبة. إذا كان الزوج ديالك فهو كيبغي هذا الشهر الدار ديالو، كيبغي الأولاد ديالو، كيبغيك، كيبغي يكون في الدار ديالو، كيحس براحة هذا الشهر في الدار ديالو. غادي تكون حوارات بينك وبينه، غادي يعطيك وقت أكثر هذا الشهر. وكذلك بالنسبة للي عندها حبيب حنطي، فغادي يكون بينكم مكالمات، غادي يكون اتصالات، غادي يكون يبغي يتلاقى بك، ولكني كنشوفك انتيا غادي تكوني شويه رده بالظهر، سواء كنتي زوجه او حبيبه، فكنشوفك يا الحنطيه رده بالظهر على الحنطي، ورده بالظهر على الابيض. الحب من هذا الحنطي كاين، ولكني الله اعلم علاش انتي غادي تكوني منفخه عليه، حاسه براسك اميره الكون هذا الشهر هذا، ما عطيهاش وقت. وبالمقابل انه هو باغيك وكيتقرب ليك وكيتودد ليك، وباغي يهضر معاك وباغي يجلس معاك وباغي يسهر معاك، ولكن انت عندك شويه ديال الفتور، ما عندكش ديك الرغبه وداك الحماس في اللقاء وفي الكلام مع هاد الحنطي هذا. بالنسبه اللي عندها الابيض فعندك حمل، والحمل ديالك باش يكمل انتبهي عليه، لان كاين اللي غادي يدير لك طاقات روحانيه باش الحمل ديالك ما يكملش. هو الحمل غادي يكون يا الحنطيه اللي عندها الابيض، كذلك الحنطيه اللي كتنتظر زواج من الابيض فراه عندك زواج، وكذلك اللي كتنتظر رجوع من الابيض هذا الشهر راه عندك رجوع ديال الابيض. فالحنطيات راه الزواج كاين من هذا الابيض، ممكن زواج، ممكن خطوبه، ممكن فرحه مع هذا الابيض. هذا الشيء بالنسبه للي ما عندهاش، اللي عندها حبيب. بالنسبه للمتزوجه كذلك راكي عندك فرحه مع هذا الابيض هذا، عندكم حاجه غادي تسعدوا عليها. المتزوجه عندك حمل اللي عندها الابيض، ولكن كاينين طاقات روحانيه، كاين اللي باغي ينزل لك هذا الحمل، ولكن اللي باغي ما يكملكش هذا الحمل، فردي بالك. بالنسبه قلنا الحظوظ غتكون عندكم شويه قليله. بالنسبه للاسمر كيموت عليك وكيحماق عليك، وهذا الاسمر باغي يقول لك هضره وكلام. الاسمر اللي كنتي شاكه فيه وكان باغي غير الزهو، كان باغي غير التسليه، فغادي تغير الفكره ديالو، وغادي يصبح رجل ممتاز سواء كان زوج او كان حبيب. فهاد الشخص هذا كيتغير الى الاحسن. الا كان زوج ديالك وكان باغي الطلاق فراه ما غاديش يتم هاد الطلاق هذا. انت يا الحنطيه اللي عندك زوج اسمر راه كيبغيك وكيموت عليك،
نقولوا السلوكيات ديالو غادي تغير الى الاحسن. كاين حتى الحنطيه اللي كتنتظر رجوع من الاسمر، فراه عندك رجوع. وكذلك الا كتقولي واش هذا الاسمر نيته صافيه وباغي الزواج، يا الحنطيه فالاسمر نيته صافيه وتغيرات الفكره ديالو، تغيرات النظريه ديالو، وراه بدا كيفكر في الزواج. عندك لقاء هذا الشهر هذا مع سيدة أو بنت سمراء، فانتبهي هذا الشهر من هاد السيدة هذه، وخصوصا اللي معها شي وحدة في العمل وهي سمراء، تنتبه منها. أو اللي هي عندها حاجات إدارية مع وحدة سمراء، سواء كانت من العائلة أو صديقة، فانتبهي. إذا كان عندك شراكة، إذا كان عندك عقد غادي تدخلي مع وحدة سمراء المكتب أو الإدارة أو المحكمة، ردي بالك. إذا معك وحدة سمراء في العمل وغادي تكوني كتهضري معاها هاد الشهر هذا، فردي بالك منها هاد السمراء هادي. هذا كان الفال ديالكم يا الحنطيات. فقلنا شوية الحظوظ ديالكم غادي تكون ناقصه هذا الشهر هذا، غادي تكوني شويه مغيره ومعصبه كثيرا، وانتبهي غادي يكون عندك الغدر هذا الشهر هذا. فانتبهي للارزاق ديالك، وانتبهي على الاوراق ديالك، وانتبهي على كل شيء يخصك. ما ديري الثقه في ولا احد. قلنا بالنسبه اللي كتقول على الحنطي، فالحنطي غادي يكون عندك معاه هضره وكلام كتير هذا الشهر هذا. الحنطي باغي الاستقرار، الحنطي كيشوف لك، حتى اللي متزوجه بالحنطي فهو هادي وباغي دارو، باغي اولادو، باغي الهدوء، باغي يهضر معاك، باغي يتجمع معاك. هاد الحنطي عنده تنقلات كثيره، عنده اشغال بالليل او عنده سهر بالليل، غادي يكون مشغول حتى بالليل، عنده ارزاق كثيره. شويه انتي كتباني غير مهتمه لهاد الحنطي هذا، مع انه هو بالعكس باغي يتقرب لك. انتي ما عندكش واحد نقول واحد الرغبه ولا واحد الحيويه ولا واحد النشاط تجاه هذا الحنطي هذا هذا الشهر هذا. بالنسبه اللي كتسال على الابيض، فالابيض عندك معاه حظوظ. هذا الابيض هذا اللي مثلا كتقول واش غادي يكون عندها حمل، فراه غادي يكون عندك حمل هي اللي عندها الابيض عريض الكتاف، ولكن كاين شي حد اللي كيدير لك طاقات روحانيه، فانتبهي على الحمل ديالك. وكذلك الابيض كاين اللي كتقول واش كيبغيها ولا ما كيبغيهاش، فراه كاين زواج يا الحنطيات مع هذا الابيض او خطوبه هاد الشهر هذا. وبالنسبه اللي عندها الاسمر فهو كيبغيك، سواء كان زوج او حبيب، يحبك جدا جدا، وعنده حتى هو ارزاق ومازال باغي يقول لك هضره مهمه. هاد السمر هذا سواء كان زوج او حبيب وكان شويه يعني كتحسيه كيدير الحرام، او يعني كتشكي فيه انه كيخونك، او كان انتهازي، او كان مثلا باغي غير الزهو والنشاط، فغادي تلقايه تغيرت الاحوال ديالو ورجع محب ورجع هادئ. حتى اللي كتقول هاد السمر ما عرفتش واش نيته صافيه ولا لا، فالافكار ديالو والهدوء ديالو غادي يخليه يفكر في الزواج هاد السمر هذا. وهذا اللي قال الفال ديالكم. وقلنا السمر اللي كتنتظر رجوع من الاسمر، فراه عندك رجوع من هاد الاسمر. وكاين حتى اللي غادي تجيها ناس من بلاد بعيده ومن مدينه بعيده، يعني كاينين زوار من الخارج وجايين بارزاق كثيره. وقلت لك السمراء ردي بالك منها في هاد الشهر هذا، سواء كانت موظفه معك في العمل، او كان بينك وبينها شراكه، او بينك وبين هاد السمراء اوراق او عقود، او غادي تدخلي معها المحكمه، او غادي تدخلي معها الاداره، فانتبهي منها لانها ممكن تغدرك، او ممكن دير لك حاجات اللي غادي ترجع عليك سلبيا. فكان هذا الفال ديالك يا الحنطيه بالنسبه لشهر 8، وغادي نشوفوا الفال ديال صاحبه البشره البيضاء للشهر. وان شاء الله فالك فال خير يا البيضاء. وما تنسيليش لايك وتفعيل الجرس على كل الاشعارات، وشكرا لكم. وان شاء الله يا البيضاء فالك فال خير وفال ايجابي. هذه انتي يا البيضاء، وهذا الحظ ديالك، وفال صاحبة البشرة البيضاء لشهر 8. هذا قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله.
قلبك على مكالمة هاتفية، كتفكري فلوس أو حاجة كبيرة، وعندك طريق صغيرة غادي تمشي فيها أو مكان قريب. غادي تكوني هاد الشهر مقلقة بزاف بخصوص الاتصالات، غادي يقلوا عندك الاتصالات أو المكالمات، وهذا الشيء غادي يزعجك. اللي فيكم كتنتظر سفر او كتقول واش غادي يكون عندي سفر، هو السفر غادي يكون، ولكن هاد الشهر شوية عليه بلوك، يعني ما كاينش سفر، شوية غادي يتوقف لمدة ديال 7 اوقات، يمكن 7 الاسابيع، يمكن في اواخر الشهر او في نهاية الشهر. المهم هاد الشهر شوية عليه عكوسات هاد السفر. بالنسبة للحظ ديالك فغادي تكوني محظوظة جدا جدا يا البيضاء هاد الشهر هذا، عندك علام الفرح، عندك تغييرات الى الاحسن، فكل وحدة على حساب شنو نوات، اللي نوات داخلة على اساس واش غادي يكون عندها زواج، فعندكم زواج، عندكم خطوبة، عندكم نجاح، عندكم فرحة، كاين اللي عنده تغيير الى الاحسن، كاين اللي عنده مشروع جديد، كاين اللي عنده عمل جديد، يعني الشهر عندكم حظوظ رائعة جدا، فقط السفر هو اللي فيه مشكل. عندكم مناسبة سارة في العتبة، يعني عندكم ذبيحة في العتبة، ممكن مولود جديد، ممكن زواج، فهي مناسبة سارة في العتبة. بالنسبة للبيضة اللي كاين عندها حبيب أو زوج أبيض، فأنت اللي واخدة طب في هذه القراءة، فالأبيض كيموت عليك هذا الشهر، كيفكر فيك على نجوم الليل، أنت غيكون عندك فرحة كبيرة. زواج بالنسبة اللي عندهم حبيب غير متزوجات، كنتي أرملة أو مطلقة، أو حتى العازبة اللي ما عندهاش حبيب، فممكن يكون عندك زواج تقليدي سريع، لان هنا كنشوف البيضاء عندك رجل ابيض كيشوف ليك، كيشوف العتبة، داخل العتبة هو والاسرة ديالو بعلام الفرح وبالمناسبة السارة، فابشري خيرا يا البيضاء، عندك حظ رائع هذا الشهر، زواج، خطوبة، نجاح، وخصوصا اللي عندها الابيض او حتى العازبه اللي ما عندهاش حبيب، فكاين رجل ابيض غادي يدخل في الحياه ديالك، وعندكم خطوبه ان شاء الله. انا نتمنى الجميع ان تنطبق عليه هذا القراءه هذه. الحظوظ قلنا فيها نجاح، هذا الشهر عندكم نجاحات، فقط السفر هو اللي عندكم عليه شويه ديال العكوسات. بالنسبه اللي عندها الاسمر، سواء عندك اسمر او حنطي، الحب هذا الشهر هذا كاين حب من الحنطي، كاين الحب من الاسمر، حتى اللي كتنتظر الرجوع من الاسمر فكاين عندك رجوع مع هذا الاسمر، واللي عندها الاسمر يلبس لباس رسمي في العمل، فعندك معاه تغييرات الى الاحسن، عندك معاه زواج. حتى اللي عندها الاسمر يلبس لباس رسمي، فعندك معاه حاجه غادي تفرحك. انا كنقول بصفه عامه حاجه غادي تفرحك، سواء كان زوج او كان حبيب، فاذا كان عندك حبيب اسمر فانتي عندك زواج، عندك حاجات جميله مع هذا الاسمر. واللي كتنتظر الرجوع راه كاين رجوع مع الاسمر، اللي كتقول واش الاسمر كاين حب هذا الشهر فكاين حب، وانتي اللي عندك اسمر يلبس لباس رسمي فكاين زواج ان شاء الله. والحنطي راه كيبغيك، واخا بعيد عليك الحنطي فكيشوف لك وهو كيبغيك، وانتيا يلي عندك الحنطي راه غادي تفرحي على الابناء ديالك، وغادي يكون عندك حمل او نجاح للابناء او شي حاجه غادي تفرحي عليها على الابناء ديالك، غادي يكون عندكم رزقه كبيره يلي عندك الحنطي، يا المتزوجه بالحنطي عندكم ارزاق داخله لكم كثيره، غادي تفرحوا على الابناء ديالكم، كاين حب من هذا الحنطي، وانتيا اللي عندك حبيب حنطي راه كاين حب وكيشوف لك واخا متباعدين، فهو راه كيبغيك هذا الشهر، فقط غادي يكون هو شويه متألم، مغير، عنده مشاكل، فما تلوميش لان غادي يكون قليل الاتصال، قليل الهضره والكلام، فكونوا يعني متفهمات للاوضاع يا البيضات، لان هذا الشهر غادي يكون عندكم شويه قله في التواصل، غادي تكون التواصل قليل، ولكن الحظوظ كثيره جدا وخصوصا مع الابيض.
فالفال ديالكم رائع يا البيضات، زوين. فغادي نعاودو لكم بسرعة. فقلت البيضات، المشكل اللي عندكم بهذا الشهر هو قلة التواصل، يعني هذاك المكالمات والاتصالات ما غادش يكونوا عندكم كثيرة هذا الشهر. بالنسبة للسفر ما غادش يكون هذا الشهر عندكم عراقيل بخصوص السفر. من غير السفر عندكم حظوظ كثيرة، عندكم علام الفرح، عندكم تغييرات الى الاحسن. كاين اللي عندها خطوبة، كاين اللي عندها زواج، كاين اللي عندها نجاح، كاين اللي عندها بداية مشروع جديد او عمل. بالنسبة اللي عندها الابيض فالزواج كاين، حتى البنات هنا البيضات اللي ما عندهمش حبيب فراه غادي يدخل في حياتك شخص جديد هذا الشهر، وغادي يكون الزواج تقليدي وسريع، كنتمناها للجميع. عندكم دخول الأسرة أو عائلة ديال هاد الأبيض للعتبة، وعندكم مناسبة سارة في العتبة. قلنا بالنسبة للحنطي كيبغيك وكيموت عليك، وخا بعيد عليك فهاد الشهر هذا غادي يكون شوي قليل الاتصال، فلأنه غادي يكون مهموم وعنده مشاكل. اللي هي مجوجة بالحنطي عندك نجاحات على الأبناء ديالكم، وغادي تفرحي على الأبناء ديالكم، ممكن غادي يكون حتى حمل. بالنسبة للأسمر اللي كتنتظر رجوع من الأسمر، عندك رجوع مع هذا الأسمر. الأسمر كيبغيك كيموت عليك، الحب كاين. اللي هي عندها الأسمر يلبس لباس رسمي، فعندك كذلك زواج مع هذا الأسمر يلي عندها أسمر يلبس لباس رسمي في العمل ديالو. فالكارتة ديالك غزالة وزوينة، فقط السفر هو اللي باين لي ما غادش يكون فيه خير. وهذا هو الفال اللي كان ديال الشهر ديالكم ديال اوت. كنتمنى لكم الصحة والسلامة وطول العمر، وتهلاو في راسكم، وباي باي.